بكم في بريف سبور. قرر مكتب الرابطة الوطني لكرة القدم المحترفة تأجيل مباراة النادي الأفريقي والاتحاد الرياضي ببنغردين، كانت مبرمجة نهار 30 ديسمبر الجاري بملعب الشاهد لزويتن، ليوم 19 جانفي 2023 بملعب رادس. جاء ذلك أثر مراسلة من بلدية تونس لمكتب الرابطة أكدت من خلالها عدم جاهزية الملعب قبل تاريخ 1 جانفي. نفس الإشكال كان منذ أيام في مباراة الكلاسيكو بين النجم والترجي اللي تأجل كيف كيف نهار 18 جانفي. مادام نحكينا على الكلاسيكو، فين زوز فرق نجم الساحلي والترجي الرياضي باش يخوضوا مباريات ودية للحفاظ على نسق المباريات. بالنسبة للتوال باش يلعب اليوم مع نجم المتلوي ابارتير ماضي ساعتين بمركب النادي، والمباراة باش تكون منقولة على الصفحة الرسمية للنجم الساحلي، في حين الترجي الرياضي منتظر انه يواجه الاولمبيا البيجي نهار الاحد بملعب وجمع الكميتي في انتظار تحديد توقيت المباراة. بعد تأجيل مواجهة النادي الافريقي والاتحاد الرياضي ببنغردين، زوز مباريات فقط باش يتلعبوا نهار الجمعة في إطار مباريات الجولة الخامسة المؤجلة. حساب المجموعة الأولى ماضي ساعتين ملعب نجيب الخطاب اتحاد تطاوين يستضيف السي اس اس، والأربعة في المجموعة الثانية الاتحاد المونستيري يستضيف أولمبيك سيدي بوزيد. أخبار صار لجماهير النادي الصفاقسي بعد اجتماع الهيئة العليا للدعم البارح. الاجتماع أفرز عن تجميع المبلغ المتبقي والمتوجب دفعه بعنوان خطايا الفيفا من أجل رفع عقوبة المنع من الانتداب. هيئة الدعم أكدت كذلك أن عملية تجميع الموارد بتتواصل من أجل دفع المبالغ المحكوم بها الفريق كيف كيف مستحقات الملاعبية اللي غادر والنادي، وذلك من أجل تجنب أحكام أخرى من الفيفا. أعلن أهلي بنغازي الليبي عن إقالة المدرب التونسي شهاب الليلي من مهامه على الرغم من احتلال الفريق صدارة ترتيب المجموعة في سباق الدوري المحلي. بعد مرور 8 جولات حقق من خلالها الفريق 15 نقطة من 4 انتصارات 3 تعادلات وهزيمة وحيدة. البديل باش يكون تونسي كيف كيف هو الأسعد الدريدي اللي باش يستلم مهامه رسميا مع الفريق الليبي بعد تجربة قصيرة كانت في الدوري المغربي. نقعد مع المدربين التوانسة، وقيس اليعقوبي تعاقد رسميا مع فريق السويحلي الليبي. السويحلي يحتل المركز الرابع في المجموعة الثانية من الدوري الليبي برصيد 12 نقطة بعد 8 جولات. جلال القادري مرشح لجائزة أفضل مدرب وطني سنة 2022 وفق ما أعلن عليه الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء. القائمة ضمت 20 مدرب من بينهم جلال القادري كيف كيف. أهم الأسماء الموجودة سكالوني مدرب الأرجنتين بطل العالم، ديدي ديشان مدرب الديوك الفرنسية، ووليد الرقراقي صانع إنجاز المغرب في المونديال، والإعلان باش يكون على الجائزة هذه شهر جانفي المقبل. نبقى في نفس السياق، وحارس المنتخب التونسي والنادي الصفاقسي أيمن دحمان مرشح لجائزة أفضل حارس مرمى في العالم إلى جانب قائمة توجد فيها 25 حارس آخر. أبرز الأسماء تيبو كورتوا حارس منتخب بلجيكا، إيمانويل مارتينيز حارس الأرجنتين، وياسين بونو من المغرب. نحكي باسكيت، الاتحاد المونستيري أكد مشاركته في بطولة دبي في نسختها 32. البطولة تنطلق نهار 27 جانفي وتتواصل لغاية 5 فيفري في إمارة دبي. الفرق المشاركة إلى جانب الاتحاد المونستيري نقاو منتخب الإمارات، الرياضي وبيروت ودينامو من لبنان، أهلي حلب والوحدة من سوريا، النفط العراقي، النصر الليبي وفريق من الفلبين. كان هذا كل شيء في بريف سبور، قدمه لكم محمد علي طالب. تابعوا بقية أخبارنا على موقعنا tunisomlik.com. لايك وبارتاج، شوفوا سلكت الأخبار. باي باي.